مدينة عتق تشهد افتتاح مقر حلف أبناء وقبائل شبوة بحضور قيادة السلطة المحلية بالمحافظة. اجتماع استثنائي يناقش تعزيز الوضع الأمني في ساحل حضرموت. بعد تلقيها بلاغات من قبل المواطنين، مديرية الشيخ عثمان تشهد حملة لضبط الباعة المخالفين في سوق الأسماك. نشرة الأخبار من قناة الغد المشرق، أهلا بكم. أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتور رشاد العليمي بدور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تخفيف المعاناة الإنسانية للشعب اليمني، وأكد العليمي لدى لقائه المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى والأوسط فابريزيو كربوني حرص المجلس والحكومة على تقديم كافة أشكال الدعم للمنظمات الدولية. ووضع العليمي البعثة الدولية للجنة الصليب الأحمر أمام انتهاكات الميليشيات الحوثية الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك قمع الأصوات المناهضة لنهجها الطائفي والعنصري. أعلنت الأمم المتحدة عن وصول مجموعة من اللاجئين الصوماليين في اليمن إلى وطنهم بعد نقلهم في رحلة بحرية من محافظة عدن. وقالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن قاربا يحمل 150 لاجئا صوماليا غادر ميناء عدن ووصل إلى ميناء بربرة. وأوضحت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن أكثر من 6000 لاجئ صومالي عادوا طوعا إلى وطنهم من اليمن منذ عام 2017. بحث اجتماع للهيئة الإدارية للجمعية الوطنية في المجلس الانتقالي الجنوبي أبرز المستجدات الراهنة على صعيد سير العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة. وأكدت الهيئة الإدارية في اجتماعها أن الشعب الجنوبي وقيادته السياسية متمسكون بحق شعبهم باستعادة دولته وسيادته ورفضهم لأي محاولات تنتقص من حقوق وقضية الشعب أو تجاوزها بأي اتفاقات تخصه في ظل غيابه عن تلك المفاوضات، وأهمية تشكيل الوفد التفاوضي المشترك وإنجاز الإطار التفاوضي لقضية شعب الجنوب. افتتح في مدينة عتق بمحافظة شبوة مقر حلف أبناء وقبائل المحافظة بحضور قيادة السلطة المحلية. وعبر وكيل المحافظة أحمد الدغاري في كلمة له عن سعادته بافتتاح المقر ليكون إضافة مجتمعية للمحافظة تهدف إلى جمع الشمل والتكامل مع السلطة المحلية لما فيه مصلحة شبوة. وشدد الدغاري على تضافر الجهود والطاقات من أجل المحافظة، مبينا المهام الكبيرة التي تقع على عاتق الحلف. صدت القوات المشتركة محاولات تسلل لميليشيات الحوثي في قطاع الكدحة غرب تعز. وأفاد الإعلام العسكري أن الميليشيات الحوثية دفعت بالعشرات من عناصرها مسنودين بغطاء ناري في محاولة للتمركز في تباب استراتيجية مطلة على خطوط التماس، مؤكدا أن الوحدات المرابطة من القوات المشتركة في محور البرح تعاملت بحزم مع العناصر المتسللة وأجبرتها على الفرار. عقد في مدينة المكلا اجتماع أمني لقيادات الأمن والشرطة بساحل حضرموت، ضم مديري أمن المديريات والبحث الجنائي والمكافحة وأجهزة التحري، وذلك لمناقشة الوضع الأمني والسبل الكفيلة بتعزيزه. اجتماع أمني استثنائي لقيادات الأمن والشرطة بساحل حضرموت. الاجتماع ضم مديرو الأمن بالمديريات والبحث الجنائي ومكافحة المخدرات وأجهزة التحري، وناقش جملة من الموضوعات المتعلقة بالشأن الأمني. احنا نسوي اجتماع نصف سنوي بمدراء المديريات وإدارة البحث في المديريات، واللي معالجة بعض المشاكل الموجودة في المديريات وإدارة البحث، واللي اطلع على ما هو عندهم موجود، عندنا ايش اللي حاصل وايش المطلوب منهم ايضا، وما هو مستجد في القضايا هذه كلها. المديريات احنا مركزين عليها لانها هم الان يحملوا داخل المديريات هذه، هم اللي يمثلوا الامن موجودين داخل المديريه، لذلك احنا نستدعيهم مع اداره البحث اللي عندهم، مع مدير البحث اللي في المديريه اللي في المحافظه، مع ايضا مدير مكافحه المخدرات ومدير العمليات اللي مناقشه كثير من الهموم والقضايا اللي عندهم. المجتمعون ناقشوا الوضع الأمني في كافة مديريات ساحل حضرموت والخطط المستقبلية لتعزيزه،
وأشادوا بجهود رجال الأمن والنخبة الحضرمية في استتباب الأمن والاستقرار. الجريمة وتعاطي الممنوعات شدد هؤلاء على مكافحتها. سيستعرض هذا الاجتماع بإذن الله سبحانه وتعالى إنجازات الإدارات في التعامل مع القضايا الجنائية وفي التعامل مع مجمل النشاط الشرطوي. سيكون هناك تقييم لمستوى الإنجاز والأداء وفي القضايا المرتبطة مع عدد من الجهات الأخرى كالنيابات والمحاكم والسلطات المحلية. أهمية اللقاء، نحن جينا اليوم في هذه الصالة لنربط إدارات البحث الجنائي بالمديريات بالإدارة مباشرة، وأن لا يكون هناك ازدواج في القضايا، ونرتب بعضنا في مجال هذه البحث الجنائي بالمحافظة. طبعا مديرية الشحر من مديريات أمن ساحل حضرموت، تعتبر المديرية الثانية على مستوى المحافظة. الوضع الأمني مستقر بفضل الله والحمد لله، ورجال الأمن والأخوة في النخبة الحضرمية. طبعا خطتنا في مجال الأمن تم تكمل خطة مدير عام الأمن بالمحافظة وتوجيهات السلطة المحلية بالمحافظة. لم يغفلوا الاجتماع عن دعم التحالف العربي لقطاع الأمن والشرطة. قيادة الأمن أشادت بالمواقف الدائمة للأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة ودعمها المستمر لأجهزة الأمن بساحل حضرموت. لقناة الغد المشرق، محسن بالبحيث، المكلا. نفذت السلطات المحلية في مديرية الشيخ عثمان حملة لضبط البعض المخالفين في سوق السمك بعد تلقيها بلاغات من قبل الأهالي بوجود بعض يحتلون على المواطنين. بعد تلقيها بلاغات من قبل المواطنين ببيع أسماك مغشوشة، تحركت السلطة المحلية في مديرية الشيخ عثمان بصورة عاجلة وقامت بحملة فورية لضبط المخالفين. تلقينا العديد من الشكاوى يوم أمس، وطبعا كان يوم أمس يوم إجازة من الدوام، حول يعني البيع المخالف سواء بعدم ضبط الأسعار الأسماك، وأيضا البيع بالتحايل من خلال الغش في نوع السمك. فكلفنا يعني مدير الصناعة والتجارة وكمان مدير الثروة السمكية في المديرية ومدير الأسواق، إضافة إلى صحة البيئة والجهة المجتمعية، بالنزول المفاجئ إلى ضبط المخالفين. يوجد أسماك، يباع أسماك الكمال على أنه ديرك، وحتى بعض الأسماك تباع السعباري يباع على أنه باغة، وأيضا بعض الأسماك اللي تكون تالفة. فالآن تم النزول وضبط بعض المخالفين في السوق الشيخ عثمان. الحملة تمكنت من ضبط عدد من الباعة الذين يبيعون بدون تراخيص مزاولة مهنة، وكذا عدد ممن يغشون المواطنين ويتحايلون عليهم ببيع أسماك الكمل على أنها ديرك، وحسب السلطات أنهم أتوا من خارج مديرية الشيخ عثمان التي لا يمكنها استيعاب عدد كبير من الباعة. تم النزول للسواق للتأكد من الالتزام مو بالأسعار المحددة من قبل الهيئة العامة للصيد، وتم ضبط 7 مخالفين. على شي مبارش ايجار، مبارش الايجار 50 كل ما نجي شي مبارش يقول لك ايجار 3 شهور مقدم 4 شهور، على ماشي مع هذه المبالغ، على لا يستلم رواتب لا من شرعيه ولا من بلديه ولا من مكان. تم النزول والتفتيش والمتابعه لسوق السمك في مديريه الشيخ عثمان لضبط مخالفين الاسعار وضبط مخالفين الذين يبيعون الاسماك التالفه، وتقديم بعض الاشتراطات الصحيه عن الاسماك الصالحه للاستهلاك الادمي، وأضرار الأسماك التالفة التي تؤدي إلى عواقب وخيمة للمواطن، وكذلك على سلامة المنتجات التي تباع بالأسواق. جهود متواصلة تقوم بها سلطات مديرية الشيخ عثمان من أجل تنظيم الأسواق وضبطها وترتيبها، وكذا حماية أرواح المواطنين وأموالهم ممن يحاول التحايل عليهم. بعيد مخالفات ارتكبت بحق المواطنين نتيجة بيع أسماك فاسدة ومغشوشة، أتى التحرك الفوري من قبل السلطات لضبط المخالفين. صالح حنش، الغد المشرق، عدن. نشرتنا متواصلة وتتابعون فيها بعد الفاصل. برنامج تدريبي حول مهام وواجبات مأموري الضبط القضائي في العاصمة عدن.
أهلا بكم من جديد. عقدت في العاصمة عدن دورات تدريبية لضباط الحزام الأمني حول مهام وواجبات مأموري الضبط القضائي وإجراءات إعداد جمع الاستدلالات في ديوان النيابة العامة بعدن. في إطار حرص النيابة العامة على رفع مستوى الوعي القانوني وترسيخ ثقافة احترام القانون لدى ضباط الحزام الأمني، انطلق في العاصمة عدن برنامج تدريبي حول مهام وواجبات مأموري الضبط القضائي وإجراءات إعداد جمع الاستدلالات. تغطي هذه الدورة التدريبية مجموعة من الموضوعات المتعلقة بأعمال الضبط القضائي ومهام رجال الشرطة وفقا لأحكام قانون هيئة الشرطة ولائحته التنفيذية ووفقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية. هناك أيضا دروس من قانون العقوبات متعلق بالجريمة والتعريف بها وأركانها وشروطها. البرنامج التدريبي هدف لتعريف المتدربين بصلاحيات هيئة الشرطة وقانون الجرائم والعقوبات والأحكام العامة وأحكام الحصانة من الملاحقة القضائية والمشمولين بها. ضباط الحزام الأمني في عدن ولحق لتدريبهم أو لإحاطتهم بالمعلومات القانونية فيما يتعلق بعملهم كمأموري الضبط القضائي في ضبط الجريمة وكيفية يعني الإجراءات المتخذة ضد المتهمين وكيفية القبض والتفتيش وما يتعلق بالمحاضرة تتعلق أيضا ب السلطة القضائية وتفريعاتها المحاكم والنيابات. تم حضورنا إلى هذه الدورة من أجل الاستفادة يعني عن مسرح الجريمة ولمنفعة القيام بواجبنا ما يخص الوطن والمواطن، ونشكر قيادة الحزمة الأمنية على حضورها وعلى جهودهم التي أوصلتنا إلينا. إكساب منتسبي الأجهزة الأمنية المعارف والمعلومات الخاصة بالجوانب المهنية المتعلقة بمهامهم في ضبط الجرائم يسهم في ارتقاء الأداء الأمني وترسيخ دعائم دولة النظام والقانون. رفع مستوى المعرفة القانونية لمأمورية الضبط هو الهدف من هذا البرنامج التدريبي الذي من شأنه أن يعزز دورهم ويسهم في استقرار الأمن العام في العاصمة عدن. فاتن اسكندر لقناة الغد المشرق عدن. تخوض فرق الأنقاذ سباقا مع الزمن للعثور على ناجين بين الأنقاض بعد أكثر من 48 ساعة على الزلزال الذي خلف أكبر عدد من الضحايا في المغرب خلال أكثر من 6 عقود، إذ تجاوز عدد القتلى 2100 قتيل جراء الكارثة التي دمرت قرى في جبال الأطلس. زلزال المغرب الحدث الأبرز والمصاب الجلل نتيجته ضحايا مصابون وقتلى يقدر بأكثر من 2000 قتيل على الأقل، وعدد الجرحى يقارب 2421 وفق ما أعلنت عنه وزارة الداخلية المغربية، وسجلت أكبر حصيلة للضحايا في إقليم الحوز ب 1351 ضحية جنوب مراكش، حيث تم تحديد بؤرة الزلزال وفق ما أعلنت الوزارة في وقت سابق. ويمتد هذا الإقليم في معظمه على جبال الأطلس الكبير محتضنا العديد من القرى النائية في الغالب وسط تضاريس وعرة ومعظم بيوتها تقليدية لا تحتمل الهزة الأرضية، وسجل تضرر أكثر من 18,000 أسرة في هذا الإقليم من الزلزال وفق ما أفادت عنه قناة ميدي ون تي في التلفزيونية العمومية، حيث نصبت خيام لإيوائها في المناطق المنكوبة. في المقابل تقول منظمة اليونسكو إنها ستساعد المغرب في تقييم الدمار الذي لحق بالمواقع الأثرية ووضع استراتيجية خاصة لترميمها. ولا تزال المغرب تحت صدمة الزلزال الأعنف من نوعه والذي بلغت شدته 7 درجات على مقياس ريختر حسب ما ذكر المركز الوطني
للبحث العلمي والتقني، ونتيجة لهذا المصاب الجلل جراء الزلزال المدمر الذي أصاب المغرب، قررت المغرب الاستجابة لعروض مساعدة قدمتها بعض الدول لمواجهة تداعيات الزلزال المدمر الذي خلف قتلى وجرحى، ولا يزال رجال الإنقاذ يسابقون الزمن للوصول إلى ناجين محتملين تحت الأنقاض. وأفاد البيان بأن هذه الفرق دخلت في اتصالات ميدانية مع نظيرتها المغربية، وكانت عدة دول أعلنت استعدادها تقديم المساعدة للمغرب وتضامنها معه بعد الزلزال الأعنف الذي تشهده المملكة. نهاية هذه النشرة، وهذا تذكير بأهم العناوين. مدينة عتاق تشهد افتتاح مقر حلف أبناء وقبائل شبوة بحضور قيادة السلطة المحلية بالمحافظة. اجتماع استثنائي يناقش تعزيز الوضع الأمني في ساحل حضرموت. بعد تلقيها بلاغات من قبل المواطنين، مديرية الشيخ عثمان تشهد حملة لضبط الباعة المخالفين في سوق الأسماك.